طفل صغير على كرسيه المتحرك يراقب أقرانه وهم يلعبون ويتحركون كالفراش حوله، وهو ينظر إليهم نظرات يملأها الحزن والألم. هذا الطفل المقعد ليس لديه رفيق سوى الملل والعجز. نظرت أمه إليه بأسى وقالت محاولة تسليته: سوف أعلمك شيئاً جديداً سيسليك ويجعلك سعيداً، ما رأيك؟ قال الطفل بحماس: بالتأكيد، ما هو؟ أجابت الأم: سأعلمك طريقة صنع الشوكولا. من هنا بدأت قصة نجاح الأمريكي فرانكلين كلارس مارس، صاحب أجود أنواع الشوكولا في العالم مثل مارس وتويكس وسنيكرز وباونتي وغيرها. فبعد أن كان يبحث عن السعادة ولا يجدها، أصبح هو من يصنع السعادة ويبيعها. لا تظن أن مارس ولد عاشقاً لصناعة الشوكولا، على العكس تماماً، واجهت والدة مارس التي كانت تصنع شوكولا مميزة وتبيعها لتجني المال العديد من الصعوبات أثناء تعليم ابنها، فلقد حاولت التهرب بشتى الطرق والامتناع عن التعلم بالبداية، ولكن بسبب شعوره بالملل رضخ لأمر والدته وتعلم طريقة صنع الشوكولا. وبعد فترة قصيرة استطاع صنع أول قطعة شوكولا بدون مساعدة والدته، وبعد أن تذوقها الجيران نالت إعجابهم، وأصبح الأطفال يجالسونه أملاً في الحصول على قطعة شوكولا لذيذة. ولم يقف مارس عند هذا الحد، بل اجتهد وثابر لتطوير مهاراته وأدخل نكهات جديدة لتصبح الشوكولا خاصته ألذ. وبداية باع مارس الشوكولا من عربة صغيرة أمام منزله، وحصد أرباحاً كثيرة بسبب طعم الشوكولا الأخاذ، وعندها قرر أن يتميز وصنع قطعة شوكولا لا مثيل لها، وسماها مارس تيمناً بجده. وكما نعلم لاقت هذه الشوكولا رواجاً كبيراً، مما جعل مارس يجمع الكثير من المال ويتعالج من الشلل ويكمل دراسته الجامعية ويتزوج أيضاً. وافتتح مارس مصنع شوكولا خاص به. فشل المصنع بالبداية، ولكن لم تثبط عزيمته، بل حاول مجدداً وصنع قطعة الشوكولا التي تميز بها مارس، وحينها نجح نجاحاً باهراً، إذ احتل مصنعه المرتبة الخامسة على مستوى أمريكا بإجمالي مبيعات سنوية تقدر ب30 مليار دولار. هذا الطفل الفقير المريض استطاع أن يتغلب على جميع العوائق ويحقق نجاحاً باهراً. هل تعتقد أن العوائق في طريق نجاحك أصعب من عوائق مارس؟